أهلا ومرحبا بكم من جديد مشاهدينا الأكارم في كل مكان في حياة طيبة. والحديث اليوم عن الإشعاع المخاطر والأثار المترتبة على هذه الإشعاع وما هي الجهات المسؤولة. سعد جدا بأن يكون معي في الأستوديو الدكتور راشد فهمي الخبير الأسري. مرحبا بك دكتور راشد مجددا. وقلنا أن الدولة لها دور كبير في أنه تحارب مثل يعني أو تحارب الإشاعات. ده لما تكون الإشاعة حدها شنو أو بيكون بتين هي من اختصاص الدولة وبتين بتكون من اختصاص جهة ثانية. مرحبا بك يا اسامه. مرحبا بكل المشاهدين. ان شاء الله نكون ماشيين يعني لسه خفيفين نكون ظل خفيف على المشاهدين. نعم. قبل الفاصل كنا نتكلم عن انه واحده من انواع الحرب النفسيه اللي بتمارسها الدول واجهزه مخابراتيه على دول ثانيه هي الحرب الاشاعه. ولانها هي حرب فبالتالي المسؤوليه تبدا من الفرد الى الدوله. بس اذا الدوله هي بحكم الولايه على الناس وعلى الأمة وعلى المسلمين وعلى الدولة وحفاظ على أمنها تبقى عندها مسؤولية مباشرة في حفظ أمن الدولة إذا كانت تعرضت أي نوع من أنواع الإشاعات. ولما نتكلم عن الإشاعات اللي يفترض أن الدولة يعني تواجهها وتحاربها وتعلن مصدرها وين وتعاقب مسؤولين عنها عقاب علني عشان كلنا نستفيد وكلنا نتعظ. لما يكون الإشاعة بتمثل الأمن القومي للناس، لما يكون الإشاعة بتمس معاش الناس، الإشاعة بتمس كرامة الناس وعزتهم، الإشاعة تمس دينهم وأخلاقهم ومبادئهم. لما الإشاعة تكون بتمس حاجة من الاقتصاد، لأن دي واحدة من حياة أصول الحرب بتتم كيف فيها؟ الحرب النفسية بتتم عن طريق إشاعات، الحرب الاقتصادية حرب، الحرب الأخلاقية ذاتها حرب، الغزو الثقافي جزء من الحروب، قصة الحرب البندقية والسلاح النار دي خلاص هذه حرب تقليدية. الحرب العالمية الآن هي الحرب بتاعت التكنولوجيا بالضبط. طيب أصبحت الحروب الآن بتعتمد على الحياة النفسية زي دي، الحرب النفسية عبر الإشاعات، عبر الانتشار، عبر الغزو الثقافي ممكن يكون للمجتمعات وخلافه. لما تكون الإشاعات بتمييز قضايا رئيسية وكبيرة زي دي مسؤولية الدولة الحتمية ومساءلة بالمناسبة إذا قصرت في أنها تعاقب مصدرها وتفند تحل يعني تفند الإشاعة وتجيب الأثر المضاد لها. واحدة من أهم العوامل اللي بتنجح الدولة في أنها تبيد الإشاعات وتقتلها وقتها اللي هي سرعة الرد عليها. لأنه الإشاعة إذا قعدت زمن طويل بعدها بتتحول لقناعات عند الناس. بتبقى بعد ذاك الدولة مهما ردت بتبقى وكأنما هي الراكدة ورا الإشاعة وليس هي المواجهة للإشاعة. فبالتالي ده بيتطلب من الدولة إنه يكون في أجهزة حساسة جدا ورصد كل الإشاعات الموجودة وعندها سرعة العمل على 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 العمل المضاد للإشاعة عشان في النهاية ما ينتشر بين الناس وما يشكل للناس قناعات. يبقى بعد ذاك علاجه يكون أصعب بكثير جدا. لما تكون الإشاعات بعد ذاك مربوطة بسلوك الأفراد مع بعضهم ونقل الأخبار عن أسرة لأسرة ونخبر أخبار يجيك الإشاعة عن زوجتك أو عن زوجك أو عن أولادك أو عن بناتك، ده بعد ذاك المسؤولية بتنزل إلى رب الأسرة وللمجتمع. نعم. لما يكون بعد ذاك المسؤولية فردية في محاربة الإشاعة إنك أنت أبدا ما تكون واحد من أبواق المردد الإشاعة بغض النظر كان مصدر منه او كانت حقيقية او ما حقيقية او بتخدم غرض بالنسبة لك او لا. بالضبط. لانك انت قد تدوس باصبعك على شير ولا على 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 نشر الخبر الجاك او الاشاعة جاتك دي بدون ما تشعر، ممكن تكون سببت في فرتقة بيوت، فرتقة اسر، بسيط الرعب والفزع في قلوب ناس تانين. نعم. فبالتالي انت ينبغي انك انت وقتيا انت مسؤولية فردية انك ما تكون واحد من الناس المساعدين على نشر الاشاعة. بالتأكيد. يبقى المسؤولية من الفرد الى اعلى سلطة في الدولة. طبعا لا ده ما حينفك منه دور العبادة ومنابر الجمعة وقيادة المجتمع ومفكري المجتمع ومثقفي المجتمع في التبسيط للناس. نعم. البسيطين والناس الموجودين في المجتمع بخطورة هذه الإشاعة وكيف نتعامل معها. طيب حنجي نكمل فيها إن شاء الله دكتور راشد بعد إذنك ناخذ هذه المكالمة. معنا عبد الرحيم من كابوشير. السلام عليكم. عبد المنعم مرحبا بك. الله يحييك. يعني تحية لك أخونا يوسف وتحية لمصر الكريم. الله يحييك. الله يحييك. يمكن الموضوع فعلا يعني يستحق. تسلم يا رب. موضوع فضل عبد المنعم سامعينك. تكلف الأسر، تكلف الأفراد، تكلف الدولة، تكلف الدولة
مشاكل وربما زي ما قال الضيف الكريم تؤدي الى اشياء يعني لا يحمل عقباها. فانا قلت يعني يا ريت يا ريت يا ريت يعني زي الكلام ده وزي الحلقات وزي المواضيع الجديده دي انها تبث عبر الاسبوع كامل حتى وان الناس يعني يشاهدوا عشان ما تقدر نفسها محصوره عليه فيديوهات بسيطه من الناس يستمعوها وراح. طيب يعني عبد المنعم لو خليتنا من واقع المجتمع يعني هل يعني من خلال معايشتك مثلا في منطقتكم او غيره هل حصلت اشاعه نعم. كده انه عملت خلخله في المجتمع او الناس كلها صدقت بها في النهايه طلع كلام كلام عملت خلخله شديده نموذج يعني نعم كثير تفضل نعم عملت خلخله في المجتمع وتاثر بين ذكر ضيف الكريم يعني مشاكل كثيره في البيوت مشاكل في الاسر مشاكل في المجتمعات بغابه شكرا عبد المنعم كتر خير كنت معنا من كبوشية من نهر النيل شكرا جزيلا على هذه المشاركة دكتور فهمي تعليق على مكالمة تكون يعني أول حاجة أشكر عبد المنعم يا أخي أول حاجة على المتابعة وعلى المشاركة وإبداء الرأي أكيد يعني كنموذج لواحد من المواطنين اللي هو إنه يعني أنت ممكن تكون الآن قاعد في بيتك وآمن جدا فجأة تجيك إشاعة إنه والله بكرة المدارس يحصل فيها كذا كذا أول حاجة تعملها حتوقف أولادك من أن يمشوا مدارس كمثال بسيط يعني جميل فبالتالي عطلتهم يوم دراسي تكتشف بكره انه المدارس كانت عاديه جدا جدا اولادك نزلوا غيرهم نزل المدارس وهم تعطلوا يوم فبالتالي ليك انك تتخيل كميه الضرر ايوه ممكن تطلع الان اشاعه انه الله ياخذ دقيق خلاص بكره اخر يوم نمشي كلنا نكبل الان في الافران عشان نشيل العيش نردمه في البيت وفي النهايه بكره العيش كان موجود عادي جدا وشيل العيش اكثر من اللزوم وتعرف ان هذا فقناه ده بيحصل كثير جدا في المجتمع وكلنا عايشين الاشاعات دي يوم بيوم ويمكن الايام دي الأجواء العامة في البلد ساعدت على انتشار كثير جدا من الإشاعات تطلع من البيت ويقول لك ما تمشي منطقة فلانية نعم فيها كمية أحداث والشوارع مقفولة وكستير لو ربنا قدر ومشيت حتكتشف إنه ما في حاجة حصل وقود ما في من أسبوع الجامعة يكون فيه لا بنزين لا جاز بتاع الناس يمشوا يجروا يخزنوا يخدوا وتحرق يحرق مخزنك وتحرق عربيتك لأن خدت فيها الوقود بصورة غلط فحقيقة ده بوريك انه مجتمع اللي يتدرج هش والمجتمع اللي يتدرج بسيط بالمناسبه في مراكز ابحاث يعني ما تخيل انه الاشاعه كنوع من انواع الحرب النفسيه بس اخترعوه كده ومشوه لا في مراكز بتعمل دراساتها للمجتمعات عن طريق الاشاعات في كلك حاجه كده شوف رد فعلك يعني بيختبروا المجتمع المجتمع ده له نوع من المجتمعات مجتمع واعي او غير واعي مجتمع هل يستعمل معاه والحرب النفسيه يتفهم الاشاعات ذات درجات إشاعة ذاتها ما در إشاعة كده بس مطلقة لا فيها درجات الحرب النفسية نفسها درجات فعشان دولة ما أو جهة ما تقرر تحارب السودان أو مجتمعنا ده بقيمه دي بيات نوع من الإشاعات وحرب النفسية أنها كلها مكلفة طبعا بيكون في مراكز دراسات بتفك إشاعات محلية جدا فنان فلاني يتوفى نجم كرة قدم يتوفى أزمة بتاعت جاز حتكون من الأسبوع الجاي تعطل في المينة فبالتالي بكرة حيصل كده كده بفكوا إشاعة زي دي ويشوفوا مدى ينفعل الشارع بها هل الناس سريع جدا عملت الحاجة فلانية ولا لا المجتمع ده واعي فإذا كان مجتمع حش للأسف زي مجتمعنا الآن بيبقى إحنا إن شاء الله حيكون حربنا النفسية حيكون بأرخص أنواع الإشاعات وأبسط أنواع الحرب النفسية ممكن تكون مكلفة للدول دي فالحالة دي نحن نشوف مجتمعنا ده يصل لتدرجة من الوعي حتى ما أنه الإشاعات ما تأثر فيه والزول ذاته يقدر يفلتر كيف أنه يعرف دي إشاعة ولا ما إشاعة بعد ما نأخذ إسراء مرحبا بك إسراء السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله يبارك فيك إسراء تفضلي تحية لك أستاذ يوسف وتحية لك الراجد ولكل الإخوة العاملين في قناة طيب الصباحية الله يحييك يا إسراء تفضلي الإشاعات طبعا زي ما قلتوا حاجة انتصرت بشكل كبير جدا فصراحة الأسباب يعني إن الفراغ يعني الواحد لما يكون ما عنده شغل وكده حال إني أقضي وقتي بأي حاجة طيب أنا صراحة بشوف إن الفراغ واحد من الأسباب جميل لكن التأثير طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني يقول الرجل كلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا فتوي به في النار 40 غريبة نعم والعياذ بالله فنحن يا ريت ننتبه يا جماعة لكلماتنا والله أنا ما أعرف يعني إشاعة خربت بيت زوجين يعني إشاعة بس إشاعة بس نتاع بين النساء كده فرق بين هذو يا سلام فنحن يا ريت يا جماعة ننتبه في كلماتنا ما نكون يعني لما نكتب حاجة زي التواصل بالذات ما نكتب حاجة إلا حاجة كويسة لأنه بكرة حتنقلب عليك احتمال تموت وإشاعتك تكون منتصرة جميل شكرا يا إسراء جزاكم الله خير
شكرا جزيلا. تحية لإسراء، كانت معنا من الشمالية وذكرت أن واحدة من الأسباب اللي بتخلي الزول يتعامل مع الإشاعة أو ممكن يسهم فيها إنه حكاية الفراغ، زول ما عنده شغل. نعم والله تحية لك يا إسراء من الشمالية، ويمكن لفت انتباهنا حاجة مهمة جدا يعني. نعم. للأسف الفراغ واحدة من الحياة اللي ممكن تكون مسببة للناس اللي بيصدروا إشاعات، اللي طبعا ديل اللي أصلا ما مربوطين بأجهزة مخابرات زي ما احنا قلنا، ولا حاجة نفسية. نعم. ده موجودين في المجتمع، اللي هم الناس اللي بيحبوا عموما يكونوا يعمل له حاجة كده يعني، بس حزب العظمة بالضبط كده. طيب أو يحس إنه هو الله مؤثر في المجتمع، أو يحس بأنه الله يا أخي داري يعمل حاجة. الركود والرتابة دي ما دايرة دا. كأنه حضرك الجو شوية. طيب الفراغ ممكن يكون جزء منه، عدم الوعي ممكن يكون السبب الثاني. السبب الثالث بعدنا عن ديننا يا أستاذ يوسف، يمكن المشاهدين بيتفقوا معي. يعني إحنا إذا ما مقتنعين أو إحنا إذا ما مدركين تماما لأهمية اللسان وممكن أريدنا وين، وأهمية الكلمة ممكن تطلع مننا وممكن تودينا وين، وننسى إن إحنا ممكن نموت بعد دقيقة واحدة أو بعد ساعة واحدة أو بكرة أو الليلة، وإحنا هنقابل ربنا بياتو وش، وإحنا نحاسب على أي كلمة. يعني كلها بينسى إنه في رقيب وعتيد قاعدين، أي شيء بنعمله بيسجل. فإحنا بعيدين كل البعد من القصة دي بالمناسبة، بعيدين كل البعد عن توعية المجتمع نفسه. فينا بسيطين جدا في المجتمع، بيقعدوا في ركن كده بيشربوا في كوباية شاي، يقول لك تعال نحرك السوق شوية كده. نعم. السوق بتاعنا بتاع العربات راكد، نطلع كده إشاعة إنه والله العربات الفلانية الماركة الفلانية دي أجيال في السوق دي منتهية، الإشاعة تنطلق عشان نحركوا سوق معين. هل الكسب كسبته من إشاعة كان حلال؟ المفروض يسأل نفسه السؤال ده. نعم. في إشاعة زي دي، في إشاعة بيصدروها ناس عندهم فوائد اقتصادية ممكن تكون من الإشاعة، طيب بتبخيس حاجة أو بتعظيم حاجة أكثر من الأمر المطلوب منها. دي واحدة من الإشاعات. فينا بيتكسبوا من الإشاعات زي حسب قلنا، في الإشاعات ممكن تكون عندها أثر اقتصادي أو يعملها ناس عندهم فوائد حتيجي منهم. صحيح. وفي إشاعات بتلغى الناس من بحر الفراغ، وإنه الله يا أخي نملى وقتنا وما عندنا حاجة نعملها. أنت برضو مسأل عن زمن فيما أبلغ فيما يعني. قضيت يعني أيوة. المتاب مغبون فيهما كثير من الناس. نعم. الزمن ده تحتسأل منه، ضيعته في إشاعة وضيعته في الفتنة بين الناس، وإنت دخلت في حتة الفسوق يعني بعد كده خلاص. صحيح. طلعت من حتة إنك مؤمن ولا مسلم ولا حتة إنك فاسق في المجتمع. هل كان ده لأنه الدولة ما وصلتك ولا الجهاز المعني نصلك وصلك، أنت معناه أنت في أمان، أنت في أمان في الدنيا، لكن أنت ستعاقب وكما تدين تدان. الدنيا دي سبحان الله مربوطة بأشياء جدا، قوانين كونية موجودة في الدنيا، اللي بتعمله بتلقاه. حبوباتنا الجدود كان بيقول لك الدنيا دي سداية ورضاية. صحيح. يعني انت بتعمله لناس تانيين حيرجع لك. لو فتنت شخصين بسبب إشاعة أو فتنة انت عملتها بيناتهم حترجع لك في أعز ما تملك. لا. إذا كنت سبب إشاعة عشان تفرتك بها أسرة حترجع لك في يوم من الأيام، وإذا كنت سبب إشاعة في فرتكة مجتمع وبس الرعب والفزع، أنت بالمناسبة حينت يكون عندك اسم الإشاعة الفكيتة واسم أي زول دخل في قلبه الفزع والرعب إلى أن تقوم الساعة بعدك. طيب جميل. طيب هنواصل إن شاء الله دكتور رشد فهمي، نشوف معنا متصل من القضاء. السلام عليكم سبا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بك. حياكم حيا دكتور رشد وجميع المعلمين في القناة. طيب الفضائية. الله يحييك يا أم سبا. الله يبارك فيك. إحنا كمان والله الإشاعة دي جانا بالتلفون، لكن الحمد لله قدرنا نتجاوز العموم. اللي هي شنو بالضبط؟ يلا عندنا أخونا شغال عسكري على دوكا، زميله قام دق لنا تلفون قال لنا والله الزول ده يتوفى. لا حول ولا قوة إلا بالله. أها يتوفى، ونحن كان قاعد معانا وكلنا بكينا، قلنا دعنا دق لأخوانه ومرته. برعنا تاني قلنا يا زول أحسن أكد. نشوف الموضوع ده يمكن جاوة إشاء أساج. قام أخونا دق تلفون هناك وهي شغال قال لنا والله الزول ده مش يسوق غفل. لا حول ولا قوة. قلنا لا مش يسوق. أها قال خلاص كان داري ماشنا في 5 دقائق كده انتظروا بنديكم ليه وقت يتكلموا معاه. يلا إحنا دينا الحمد لله ما وصلنا الموضوع ده هناك على أهله. كان تكون كارثة كبيرة. كان بيه كارثة كبيرة. أي والله العظيم عشان كده زول ما يتسرع. لا تصرفكم سليم يا أم سبا، كتر خيرك، شكرا لك. إن شاء الله الله يبارك فيك. يديك العافية، شكرا جزيلا. يمكن ده يكون إكزامبل. أي والله يعني تحية لأم سبا ومتصل من القضارف، ويمكن دي واحدة من الإشاعات اللي كانت لفترة من فترات كثيرة جدا. صحيح. ولدك أسروه، ولدك يستشهد، ولدك اختفى. ممكن تكون مصدر بتاع ابتزاز لناس ويقول لك آخر السلينة وقبضوه كده وطلع. وممكن يفجع شخص ما ويتوفى بسبب الإشاعة اللي أنت فكيتها. ناس أصيبوا بأمراض حتى. مظبوط.
مظبوط، وصدمات وذبحات وحياة كثيرة جدا. للأسف إحنا بنلقي كلمة وما يعني بنلقي كلمة وما بنلقي لها بال. وهذا في الحديث الصحيح يعني يقول أحدكم الكلمة ولا يلقي لها بالا تهوي به 70 70 خريف في نار جهنم. إحنا قاعدين كل البعد عن قصدي، ودي نرجع ونقول تاني يا أستاذ يوسف، دي مسؤولية كل المجتمع بالمناسبة، كل مجتمع، علماء المجتمع وخطباء المنابر الجمع والجامعات والمدارس وحتى في مناهينا. صحيح. يعني مفترض إنه والله في مناهينا، هي منهج شنو؟ هو ما هو التعليم إذا كان تعليم لا ينمي أخلاقا ولا يرفع قيمة ولا حياة يعني ما عنده قيمة. صحيح. فينبغي زي ما إحنا بنعلم أولادنا والله يا أخي ألف باتاسا، نعلمهم والله حب الوطن ونعلمهم مسؤولية ونعلمهم إنه يا أخي دي قيم، دي واحدة من القيم المفروض تكون عند الناس. ما هو من هو ناشر الإشاعة أو مفبرك الإشاعة إذا كانت يعني خبرها ما سليم؟ صحيح. هو كاذب، هو الكذب بعينه يعني. فقيمة فإذا كان الكذب إذا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في معناه وإنه سألوه هل المؤمن يزني؟ المؤمن يزني. نعم. والمؤمن يسرق والمؤمن يعمل حياة كثيرة جدا. نعم. لكنه لا يكذب. قال لا. قال لا. يا الله. فدي قيمة من القيم. من هو؟ شوفي حزات سميناها كيف؟ سميناها إشاعة، هي كذب. طيب ناشر الإشاعة أو مفبرك الإشاعة هو كاذب. صحيح. طيب فبالتالي لما نعلم أولادنا القيم دي من هم صغار إحنا ذاتنا بنساعدهم إنه الله يا أخي ما نكون الله يا أخي ما نكون كاذبين. نعم. إذا جاتني إشاعة في تلفوني ودست عليها من غير ما أتثبت منها أنا بقيت فاسق، لأنه هي أصلا كان مصدرها ما سليم. صحيح. مصدر كاذب، هو كاذب وأنا فاسق، فمن ستكون أنت؟ اختار لنفسك. اختار لنفسك. كذا نشوف الحكاية. عايز تكون فاسق ولا عايز تكون كاذب ولا عايز تكون شخص عدل وحكيم؟ وحترجع عليك بالبركة في عمرك وفي أجر لعمرك والبركة وبركة لزمنك والأشياء كثيرة جدا جدا بالمناسبة. على عكس تماما النقيض، حنجي نكمل إن شاء الله في هذا الجزئية ونشوف ذاته. هل المسألة مرات عندها يعني إشكاليات نفسية زول بخليه يطلع على الإشاعة دي؟ لكن نشوف إسماعيل من مبدأ. مرحبا بك إسماعيل، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله وبركاته. كيفكم؟ إن شاء الله كويسين. الحمد لله، الله يبارك فيك. تفضل. يعطيكم العافية. سماعيكم جميل يا ناس طيبة يا أخي. جميل أنت وبمتابعتك البرنامج أكيد جميل يا إسماعيل. تسلم يا أخي. والله ما شاء الله برامجكم كلها هادفة يعني بتصف الهدف يعني. تسلم 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 يا أخونا إسماعيل. يا أخي دائما أقول لك برنامج الإشاعات ده والله الواحد ذات بقى يتعجز من الموضوع لدرجة إنه لو سمه زوجته ذات وما يقدر يكلمه يعني. لا حول ولا قوة إلا بالله. كيف الكلام ده؟ يعني والله الواحد لو سمع لي خبر نعم والله يجي لنا خاف عديل أولادك تنكلمهم تلقى الجيران تلقى الحلة تلقى الوقت كلها حكاية كلها تعرف. سبحان الله. لكن الحكاية لي والله حكاية صعبة يعني. أنا غايت بقول إن الناس يعني زي ما حديث الرسول صلى الله عليه وسلم كفى النور إثمًا. نعم. أن يحدث كل بكل ما يسمع يعني كل ما سمع. نعم. يعني والله يكون مستعان يعني. اللهم شكرا شكرا يا اخونا اسماعيل، كنت معنا من بدا، كتر خيرك. شكرا على كلماتك الجميله وعلى التذكير الجميل. شكرا جزيلا اسماعيل من بدا وتعقيب على والله يا اخي اسماعيل ذو الحكيم. يا سلام. يعني شوف العبارات اللي انتقاها يعني قال. نعم. بيتعذب من الاشاعات. فبالتالي هو عشان ما دار يكون مصدر للاشاعه. نعم. ما دار لا يكلم زوجته لا اولاده. والله يا أستاذ يوسف لو بيجينا بالمستوى بتاع أخونا إسماعيل اللي اتصل الآن أفتكي كنا حكون من الشعوب الراغية جدا. يقاد تقاس الشعوب بمدى استفحال الإشاعات فيها وانتشار المكثف. الآن في كشك إشاعة في دولة أوروبية متقدمة ومحترمة بتلقاها ماتت في أضيق دائرة حولك، ما في زول بيشتغل لك حتى ولا بيسمعوك أصلا وحياتهم ماشية ولا تنطلع عليهم ولا. عشان كده حتى لما يجوا يحاربوهم حرب نفسية حتكون مكلفة جدا بالنسبة للدول الثانية. لكن انظر الى حال مجتمعنا احنا، مع انه احنا عندنا كل القيم اللي بتحمينا من الاشاعات. يا سلام. بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وكل الايات بتحسن عيننا ما نقول الكلام ما نبقى من الفاسقين. ومع ذلك احنا بعيدين كل البعد عن القيم دي وبعيدين كل البعد عن التمسك بالايات والحديث الكريمه دي، وكاننا عايشين حياتنا دي الى الابد، ولا حنحاسب ولا حندخل الجنه ولا النار ولا خلافه ولا خلافه. وديلك اللي ما عندهم أي فكرة عن آخرة ولا حساب ولا عقاب عندهم قيمة أخلاق، دي قيمة عظيمة جدا. لو سمعك يا أخي دين ما لو ده تقيس الشعوب بدأ رقية ورفعتها يا أستاذ يوسف. الآن أنت لو وقفت في إشارة مرور وإنت داخل عربيتك وبتتكلم مع أولادك هتلقى أي زوجة بجبك بعين لك بعين لكم جوا عربيكم قاعد تعملوا في شنو.
في الدول المتقدمه دي انت لو في الشارع بتعمل في اي حاجه ما في سب عليك اصلا، لا تفتكر انه ده ما خصه. عشان كده عندهم اشاعه لا تنتقل، لانه اي زول فاكر انه يا بيحترم نفسه وبيفتكر انه خصوصيته عند حد معين كده اطار حوله يبدو له حد اساس لما عين لك معناها تحدد على خصوصيتك. عشان كده لو انت عينت له كثير بيسالك طوالي في شنو؟ مالك يا عمي في شنو يعني؟ فعشان كده الناس الجايين من الدول التعبانه تلقاه هناك ظاهرين ظاهر قلت لي لا تلفت ويعاينوا وكده ممكن يحاسبوا، وفي مواد في القانون بتحاسب الزول بتعاقبه لانه ممكن دي فيها تعدى على فلو ما احنا يا استاذ يوسف فعلنا زي القوانين دي ونشرنا العقوبات حقتها على الملأ عشان تبقى عظة لآخرين وعمره أمر لا يستقيم. طيب حنيجي نكمل إن شاء الله دكتور، نأخذ محمد من الكلاكلة. مرحبا، السلام عليكم محمد. معكم محمد من الكلاكلة. مرحب بك يا محمد، تفضلي. والله بشيد ببرامجكم. تسلم يا رب، بجد وفرت لنا أي حاجة الله يكرمك يا رب. نحن والله سعيدين يعني بكم يعني كلنا بس غلط. طيب تسلم يا رب، تسلم. وبجد في ناحية الشائعات دي والله والله نحن الدين عايشين بجد، أمهات وربات البيوت يعني عايشين على أعصابنا. نعم بسبب الإشاعات، بسبب الإشاعات يعني أنا تلفوني بجيت لعبي رصيد عشان أولادي دي لو سمعت حاجة زول جاء على الحتة قائمة يقول لك في الحتة كذا ما تيقولوا بمصطلحهم. يعني بجد نحن الواحد لو خدت نفسه في محل أم الطالب الطلع ولا أم ولا زوجية الراجل الطلع ده ما في زول بيعمل حاجة زي دي. صح. نعم تفتكر الناس بتستفيد شنو يعني لما تتناقل الحاجات دي يا محمد؟ تفتكر الناس بتستفيد شنو لما تعمل يعني إشاعات وتخوف الناس؟ يعني إحنا ما فاهمين واعيين والبلد دي زي ما بقولوا واكبنا كم عهدة ولا كم حصيلة من الزمن معهم. يعني الحاجة الحاصل ده كله زعزع علينا وعارفين وي زول العاقل بيعرف الحاصل لكن إلا دعين بالنظار فعلا. جميل لكن والله والله يعني بس يكفوا يكفوا يكونوا رحماء بيننا نحن الأمهات ورباط البيوت اللي قاعدات فيه. يعني الأم بالتأكيد قلبها على عندها شفقة على ولدها اللي بيطلع عليها. وبقدم التحية لدكتور راشد وهو زميل طبعا وبحييه. الله يحييك يا أم محمد، تسلم إن شاء الله رب العالمين. شكرا شكرا محمد، كنت معنا من الكلاكلة. جابت لها زملاء كمان يا أخي. والله يعني أحييك يا أم محمد، مع إن أنا من الصوت بقدر صعب لكن حعرفك اكيد ان شاء الله. احييك تحيه كبيره جدا. نعم. ويمكن محمد قال كلام مهم جدا يعني شوف قلب الام ده من القلوب الصعبه جدا جدا يا سلام وسريعه التاثر يا الله. فلو جبت اشاعه عن انه والله الطلاب ولا حصل حاجه في الشارع الفلاني وصادف انه عندها شخص عزيز عليها في المكان ده تاكد ممكن تكون اصيبت بالضغط ولا سكري ولا جلطه او توفت أقل لها قلق وهي كنت طيب داخل طبعا فالأصيب بأي مرض من الأمراض ده وإنت نقل إشاعة تأكد إنه اسمه حيكون عليك مدى الحياة. يا الله دي كده أول. نعم. من البداية كده. نعم. طيب ده بيقولنا طوالي يا أستاذ يوسف. نعم. لأنه يعني إذا أنا كنت بتحلي بالمسؤولية المسؤولية الفعل المسؤوليتي أنا عن نفسي وأنا فاهم إنه والله أنا بعمل فيه شنو تأكد تماما لو يذكرت انه الاشاعة دي ممكن تفرتي كم بيت وممكن تدخل الرعب في كم بيت وممكن تأذي كم نفر وممكن يتسبب في وفاة كم شخص او مرض كم شخص بمرض مزمن او يا اخي لو ادخلت الفزع في قبل المؤمن بس والمسلمين ده انت حسابك عظيم. كيف انت تقسم على ذلك؟ نعم بالضبط كده. طيب فلك انك تتخيل بعدك انت كمية الذنوب اللي حتكسبها في الدنيا دي اذا احنا ما قاعدين نعمل حسنات نزيد السيئات ولا نقللها قدر ما نستطيع يعني. ده إذا هو الزول ذاته عنده وازع يا دكتور أو عنده عقل. نعم. يعني كان يعقل يعني. نعم. بالضبط كده. هذا إشكال حقبل في سؤال طرحناه وما أجبنا عنه والباقي لنا تقريبا دقيقتين ونص. المسألة دي مرات بيكون في دوافع نفسية إذا حصرناها في النطاق الفردي يعني في دافع نفسي كده بخلي الزول يعني يقوم يا أخي والله يقول كده شوف ردة فعل الناس نقص كده من الداخل. طيب الأسباب الدوافع الحياة دي. نعم. إذا استبعدنا الدافع بتاع إنك أنت عميل مخابراتي أساسا يعني وممكن تكون عميل مخابراتي مهزكي غبي أيوه يعني أنت اسمه الـ 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 نافع ولا بقولوا عليك مغفل مغفل نافع. نافع لكن أنت ممكن تكون ما عارف نفسك إنك بتخدم في جند أجنبي لأنه جاك في ونسة عادية يعني وأنت نقلته صح. لكن أنت ما عارف الزول جابه ده هو صيغته شنو بالمخابرات الثانية دي. إذا استبعدنا أنت إنك أنت عميل لمخابرات واستبعدنا انك انت مغفل نافع للاسف الكبير يعني
واحفلين يعني المشاهدين لاستعمال الفاظك عند الواقع كده، واستبعدنا انك انت بتحب إساءة المشاكل والكده، انت غير مسؤول برضو ممكن تكون، او عندك عوامل نفسية داخلية، انت عندك خلل نفسي كبير جدا جدا، عندك مشكلة نفسية، امشي تعالج عند الطبيب النفسي، لانه انت حتورد نفسك اول حاجة مورد الهلاك، وحتورد اهلك واسرتك والناس حواليك كلهم برضو مورد الهلاك. خلاصة القول في نصف دقيقة دكتور رشد. كلنا مسؤولين مع الله عز وجل عن حركاتنا وسكناتنا، حتى نظرنا، حتى الكلمة بتصدر مننا، حتى الظن بنظنه في الناس التانيين. طيب، وأفتكر إنك إنت إذا ما كنت من أصحاب العقل والبديهة والحكمة والمنطق، فأرجو إنك تكون من الفاسقين في المجتمع، أرجو إنك تكون من المغفلين النافعين، أرجو إنك إنت إذا كنت اللي بتسمعنا وإنت عميل لمخابرات تانية، رجاء أنا الأوائل إنك تسمع الكلام ده وتعلن توبتك لنفسك، ما لأي حاجة تانية، لأننا كلنا ماشيين من الدنيا دي بعد ساعة أو بعد دقيقتين. فعشان تحيي حياة طيبة، أول حاجة أنوي إنك إنت والله من الليلة، من اللحظة دي، أنا والله ما أنقل خبر إلا ابتغاء مرضات الله عز وجل، ما أعمل شير إلا ابتغاء مرضات الله عز وجل، لا أنقل لا خبر خير لا خبر شر، طالما إنه أنا في النهاية متساءل بما أنقل بما أقول بما أفعل. جميل، شكرا جزيلا دكتور راشد فهم الخبير الأسري، ساعدنا بهذا الطرح، إن شاء الله سنواصل في ذات المنوال، الموضوع بيحتاج لطرح أكبر والناس كمان تعرف عنه. شكرا جزيلا دكتور راشد، كثر خيرك. شكرا لك يا أستاذ يوسف مكي على الاستضافة، وشكرا على المشاهدين على طولة بالهم وسعة صدرهم، وإن شاء الله كنا خفيفين الظل عليهم جميعا. بالتأكيد. وإن شاء الله نحيا جميعا حياة طيبة إن شاء الله يا رب. آمين. إن شاء الله. هذه الحياة منشودة من خلال برنامج حياة طيبة. شكرا لكم أنتم مشاهدي الكرام على حسن المتابعة، سنلتقي في حلقة أخرى من حياة طيبة، إلى ذلكم الحين تحياتي وفريق العمل، في أمان الله. حياة طيبة طيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الأفاضل في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من حياة طيبة، تحية لكل المتابعين داخل وخارج السودان. تظل الشائعات تنتقل من مجتمع لآخر، وبقدر مسؤوليتها وانتشارها الكثير ودورها السلبي في المجتمع، إلا أن للبعض آراء مختلفة، لا يمكن أن تقف الشائعة وتنحصر في مجال واحد، فهي تنتقل بخفة وحكمة أحيانا وبقدر مدروس، وأحيانا كثيرة تنتقل بعشوائية تاركة سلبيتها في المكان. وللحديث حول هذا الموضوع أسعد بأن يكون ضيفي داخل الاستوديو والدكتور راشد فهمي الخبير الأسري. مرحبا بكم مشاهدينا ومرحبا بضيفي داخل الاستوديو. مرحبا بك دكتور راشد، حبابك. مرحبا بك أستاذ يوسف مكي، مساء الخير عليكم، مساء الخير على كل المشاهدين، وان شاء الله يكون ضيوف خفيفي الظل عليهم جميعا. بالتاكيد ان شاء الله. الله يسلمك حبابك دكتور، وحباب كل المشاهدين الكرام، مرحبا بكم بمشاركاتكم في هذه الحلقه من خلال وسائلنا المختلفه، صفحتنا على فيسبوك برنامج حياه طيبه، وكذلك من خلال ارقام الهواتف التي تظهر اسفل الشاشه، وبامكان مشاهدينا متابعتنا على يوتيوب البث الحي لقناه طيبه الفضائيه. ابرز محاور هذه الحلقه، ما هي طرق الحد منها والتفاعل مع مشكلاتها، وما هي مخاطر الاشاعه على الفرد والمجتمع. نتابع هذا التقرير مسمى، او من ثم نواصل هذه الحلقه. إذن مرحبا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، تابعنا هذا التقرير وبرفقة الدكتور راشد فهمي الخبير الأسري. مرحبا بك دكتور راشد، وتعليق على هذا التقرير من ثم الحديث عن الإشاعة وماهيتها. مرحبا بك أستاذ يوسف، مساء الخير عليك برضو، وأنا أشكر القائمين على التقرير حقيقة. التقرير كان جميل مختصر ومفيد، ويمكن ورى أنه مدى خطورة الإشاعة وانطلاقها في المجتمع. وإحنا عشان نكون ماشيين بنفس التسلسل بتاع التقرير، حنقول يا اخي الاشاعه اول حاجه في بدايتها هي عباره عن خبر او مجموعه اخبار او مجموعه احداث بتنتقل في المجتمع بصوره سريعه جدا، عبر وسائل مختلفه، عبر اغراض مختلفه، عبر اشخاص مختلفين. ويمكن احنا بقينا نسمي المسميات بغير مسمى. فالاشاعه او الشخص اللي بيصنع الاشاعه في واقع الامر هو شخص، إذا كانت الإشاعة دي أو الخبر اللي نقله ده سليم، فهو ناقل خبر.
لكن إذا كان الخبر غير سليم وغير صحيح معناه هو ناقل للإشاعة، فبالتالي هو كاذب. ويمكن دي واحدة من القيم اللي يفترض إحنا من البداية نرسيها، فنسمي المسميات بمسمى. مطلق الإشاعات إذا كانت إشاعات كاذبة فهو كاذب. والحرامي يسمى حرامي ولا يسمى إنه والله يا أخي والله مفتح، والله بيعرف من أين تؤكل الكتف، ولا يعرف ذو الحريف والله واقع عليه. نعم. فينبغي أنه إحنا في مجتمعنا نسمي مسميات بمسماها، لأن دي واحدة من أسباب العلاج لها أصلا. تسمى بأساميها القبيحة عشان نعرف كيف نعالجها. فالإشاعات واحدة من أنواع الأكاذيب المهمة جدا إننا نقدر نتفهمها وكيف نتعامل معها وكيف نقدر نحاربها. نعم، أهمية الحديث عن هذا الموضوع، يعني ليه نتحدث عن الإشاعة بالذات في وضعنا الراهن دكتور؟ يمكن أهمية الحديث عن الإشاعة في وقت الراهن لأنه يا أستاذ يوسف زمان كان التواصل بين الأشخاص وبين الأفراد وبين المجتمعات في السابق، يعني في الماضي، كان صعب جدا. وكان انتقال الخبر يتم عن طريق إنك تمشي بنفسك إلى المكان أو الشخص الآخر. لما تطورت الأمور شوية أصبح في تلفون. لما تطورت الأمور أكثر وأصبحت الميديا مشاعة وأصبحت التلفونات ويرليس وعبر الشبكات وخلافه، انتقلت القصة من إنه العالم بمساحاته الشاسعة لأنه أصبح العالم قرية. الآن العالم بقى يتحدث أو الناس يتحدثوا عن إنه العالم أصبح غرفة واحدة. فأنت تستطيع بموبايلك يا أستاذ يوسف الآن من داخل الاستوديو تسافر كل العالم وتجي قاعد في نفس المكان انت قاعد فيه الان. فبالتالي اصبحت واحده من مخاطر الاشاعات الان انه اربح العالم كله مربوط كغرفه واحده زي ما قلنا، واصبحت تستغلها جهات اخرى في واحده من انواع الحروب الان المشهوره جدا ومعروفه جدا على مستوى العالم، ويمكن بتسمى من دوله لدوله، من جهاز لجهاز، من وزاره الدفاع لوزاره الدفاع باسامي مختلفه، لكن تندرج الشائعات تحت ما يسمى الحرب النفسيه، وهي دي واحده من انواع الاسلحه الفتاكه جدا اللي ما عاد الان الناس بيتكلموا عن حرب بالذخيره والطلق الناري بقدر ما يستطيعوا عن نتكلم عن حرب النفسيه. ودي واحده من اخطر انواع الاسلحه اللي ممكن تفتك بالشعوب وتفتك بالامم وتفتك بالدول وتفتك بالمجتمعات وتفتك باخلاق وقيم الناس. نعم. اللي موجوده في المجتمعات واسره وبيوتها. نعم، اللي بيخلي الاشاعه يعني او الاسباب اللي بتؤدي لانه تطلع اشاعه شنو لو عددناها؟ اسباب كثيره جدا. نعم. السبب الاول تهيئه البيئه العامه. يكون في احداث زي ما موجود الان عندنا مثلا في خرطوم. نعم. احداث ومظاهرات واحتجاجات وخلافه. البيئه مهيئه لإطلاق الاشاعات، دي واحد. السبب الثاني ممكن تكون أجندة لمخابرات أجنبية عايزة تعمل شغل ده شغل، يعني حرب نفسية مستخدمة فيها الإشاعات، مستخدمة فيها الحرب الثقافية، ثقافة الغزو الثقافي واحدة من أنواع الحروب النفسية برضه مهمة. نعم. جدا. طيب، ممكن تكون واحدة من وسائل الحروب، ممكن تكون برضه واحدة من عوامل عدم الاضطراب او الاضطراب النفسي او عدم الاستقرار النفسي او واحده من الامراض النفسيه اللي ممكن تصيب افراد في المجتمع. نعم. احيانا ممكن تكون اشاعه ما سبب جهه خارجيه، ممكن تكون افراد في المجتمع هم مسببين في نقل الاشاعات، يا اما لانه عندهم فراغ كبير او عدم وعي منهم، او احيانا ممكن يكون عندهم مشاكل واضطرابات نفسيه، فيكون خلاص داري يعمل له حاجه، يعني داري يحس انه والله بيعمل في حاجه في المجتمع يعني. طيب، لديه لنقص حاجه نفسية عنده أو عدم اضطراب نفسي أو أي حاجة من الحياة دي، دي واحدة من أسبابها ممكن تكون أو جزء من أسبابها ممكن تخلي الإشاعات منتقلة. واحدة من أهم الأسباب اللي هو الأمن من العقاب. أنا إذا أمنت العقاب سوت الأدب. صحيح. وما ترك قوم من شيء من الشرع إلا أحوجهم الله إليه. صحيح. فإذا ما عوقب المطلق للإشاعة والناقل للإشاعة وأعلن عنهم وعقوبتهم كان شكلها كده، ما بيبقى عندي وازع، بيبقى انه والله يا اخي ما هو في النهايه ما لا يوزع بالقران. نعم. يوزع بالسلطان. صحيح. ولا الشيء اذا انا ما خفت منه نتيجه اخلاقي وسلوكي، ينبغي اني اخاف منه نتيجه العقوبه ممكن تترتب عليه. فاذا امنت العقاب ممكن اعمل اي حاجه بعد ذاك انا في المجتمع، او اكون ناقل للخبر، او اكون مطلق لاشاعه من الاشاعات. حكايه الانتقام والنكايه ممكن تكون سبب، يعني انا داير انتقم من دكتور راشد، داير عندي يعني كده، يعني ممكن. نعم. اعمل اشاعه. اللي هي دي جزء من أمراض النفسية. الحقد والحسد والانتقام دي كل حياة ما بيعمل شخص يسوي مهما كان يسوي. أحيانا ممكن يكون مصدر الحسد أن الله حاسد يوسف على استقراره في بيته مع زوجته ومع أولاده، فأطلق إشاعة في المجتمع عن زوجة يوسف فيوسف يضطرب وتنقلب حياته رأسا على عقب. ممكن أكون حاقد على راشد
في علاقته بـ بـ بيوسف فأنقل بينهم خبر أو أعمل إشاعة بيناتهم فأفرتك العلاقة الأخوة ممكن تكون بيناتهم جملة من أسباب ممكن تكون لكن كلها مندرجة تحت الأسباب النفسية والاضطراب النفسي وعدم التوازن النفسي ممكن يكون عند شخص دفعت الإشاعة طبعا نعم. طيب حنواصل إن شاء الله دكتور راشد فهمي لكن عقب هذا الفاصل مشاهدينا من ثم نعود لنستقبل مشاركاتكم عبر أرقام التواصل تابعونا.